طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، بحييكم وبقدم لكم هذا البث المباشر والفيديو. بنتكلم فيه النهاردة عن المول وحسابات المول وعدد أفوجادرو وقانون أفوجادرو والجزء الخاص بوزن المعادلات. هنعمل لكم مراجعة عليه بحيث ان اللي عنده او اللي عندها اي سؤال في هذا الجزء يتابعني من خلال البث المباشر او من خلال قناة الكيمياء كده، على اساس ننتهي من الباب الثاني الكيمياء الكمية في الفيديو القادم، وعلى مدونة مستر اشرف الهادي الفريدة بلوجر. هقدم لك عدة اختبارات ايضا بحيث ان انت تشوف اكبر كم من الاسئلة والمسائل اللي هتساعدك في الحلول. وخلي بالك بس، اهم حاجة لازم الرموز، ضروري جدا الكيمياء الرموز، وطبعا التعريف حاول تكتبها اول باول، ما تعتمدش على موضوع اوبن بوك. احنا عايزينك الحاجات السهلة دي تبقى انت عارفها، مش محتاجة اوبن بوك. وطبعا من خلال هذا الفيديو السريع او العرض المباشر هنوريك بعض التعريف وبعض الامثلة على حسابات المول. وزي ما انت شايف، يعني لو انا عندي تفاعل لتكوين النشادر بنوريك ازاي بنجيب الحسابات، افوجادرو بالنسبة للعدد، طبعا احنا قلناه قبل كده عشان كده انا بتكلم عليه بسرعة. بنوريك برضو ازاي احسب عدد افوجادرو اللي هو 6800 في 10 اس 23 جزيء او ذره او ايون. ونوريك بعض الحاجات او الملاحظات المهمه بخصوص فرض افوجادرو وقانون افوجادرو، وطبعا فرض افوجادرو او مبدا افوجادرو الحجوم المتساويه من الغازات المختلفه تحتوي على نفس العدد من الجزيئات او الذرات او الايونات في اس تي بي، معدل الضغط ودرجه الحراره القياسي، الضغط 1 اتموسفير ودرجه الحراره 273 كلفن او 0 درجه سليزيوس. خلي بالك، عندنا طبعا قانون افوجادرو حجم الغاز بيساوي عدد المولات في 22.4 لتر، لان الحجم طبعا بنقيسه باللتر. وطبعا ممكن اديك مسائل مشتركه ما بين المول وعدد افوجادرو وكذلك قانون افوجادرو من خلال مسائل كلاميه او معادلات زي ما هتشوف دلوقتي، وهديك بعض الملاحظات والامثله اللي ممكن تقابلها في حياتك اليوميه بتمس قانون افوجادرو وفرض افوجادرو ايضا، على اساس ان احنا في المره القادمه نتكلم بالتفصيل عن الصيغ الكيميائية، الصيغة الجزيئية والصيغة الأولية. وهسيب لك دلوقتي تشاهد بعض الأمثلة المحلولة احلها معاك، بحيث ان انت تركز فيها كويس، وحاول اي جزء لو ما فهمتوش تحاول ترجعه وتبعت لي في التعليقات على قناة الكيمياء كده على اليوتيوب. وخلال الفترة القادمة هنحاول نعمل لك بث مباشر على زوم وعلى تيمز او جوجل ميت، يعني هننوع بحيث ان انت تعود نفسك على حصص البث المباشر والاونلاين، لان طبعا زي ما انت عارف دلوقتي النظام الحديث لازم تحل حل الكتروني او على الاقل بابل شيت اسئلة اخطر. وعشان تحل اسئلة اخطر لازم برضو تحلها الاول يدوي ويكون معك كالكوليتر باستمرار على اساس الحسابات تكون دقيقة. في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نقرب، بس مش في كل الاحيان. اهم حاجة المعادلات تكتبها مظبوط وتوزنها مظبوط لتحقيق قانون بقاء الكتلة او المادة. في بعض الامثلة بنحاول نحلها باستخدام المقصات، وطبعا ده كلام متاح وخصوصا لطلبة اللي كويسين في مادة الرياضيات وخصوصا الجبر. فانت تابع معايا وشوف بعض الامثله المحلوله وهوريك طريقه حلها باختصار شديد. ولو في عندك اي تعليق سيبهولي في التعليقات، وهسيبك دلوقتي مع البث المباشر
ولو في اي حاجة ابعت لي فورا وانا هجاوبك، سواء دلوقتي في الفا كويسين في ايه، في مادة الرياضيات وخصوصا الجبر. فانت تابع معايا وشوف بعض الامثلة المحلولة وهوريك طريقة حلها باختصار شديد. ولو في عندك اي تعليق سيبهولي في التعليقات، وهسيبك دلوقتي مع البث المباشر. ولو في اي حاجة ابعت لي فورا وانا هجاوبك، سواء دلوقتي في الفور او في من خلال الرد على التعليقات مدونة أشرف الهادي الفريدة أو قناة الكيمياء كده على اليوتيوب. اي اسئله بنجيبها لك، سواء بقى ايه مباشره او غير مباشره، تستطيع حلها. وطبعا انت عارف ان نظام الاسئله دلوقتي ايه، اختر تابع معايا الفيديو، ولو في اي اسئله ابعتها لي في التعليقات. ونتمنى ان انتوا ايه يعني تحبوا الكيمياء. في ايه، في مادة الرياضيات وخصوصا الجبر. فانت تابع معايا وشوف بعض الامثلة المحلولة وهوريك طريقة حلها باختصار شديد. ولو في عندك اي تعليق سيبهولي في التعليقات، وهسيبك دلوقتي مع البث المباشر. ولو في اي حاجة ابعت لي فورا وانا هجاوبك، سواء دلوقتي في الفور او في من خلال الرد على التعليقات مدونة اشرف الهادي الفريدة او قناة الكيمياء كده على اليوتيوب.
بالفعل عرفت أهميتها للبشرية وتقدم الإنسان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله، وتابع معايا الفيديو مستر أشرف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كان معكم أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقرية الجديدة. سلام.